السلام عليكم. هانتم اخواتي من بعد ما جيت من السوق انتم شفتوني، والله ما وصلت على بزز، دخلت هزنا يا عبد الرزاق. والله انا هاد البركه كما شفتوا نشارك معكم داكشي اللي كتب الله يحفظكم ليا. سميره هي شفتها ردعت مسكينه راه جالسه في الصاله. هذا كما قلت لكم كنت مشيت واحد المره كراتفات كيدير 3 اورو بومبيرس غالي كلشي. هادو ديال الدي، هذا ديال كيمسح ديال اورو زوين. وكاع الناس كياخذوا، واحد البنت قالت لي قالت لي زعما ديري الكاليتي لبنتك واختي، راه كلشي الناس كياخذوا. هذا ازين راني كتشارك، هذا ازين راني كتشاركتها معكم، يعني الخل شاركتها معكم شحال من مره. تخلطيه هو والتين وتشوفي الماعن كيفاش يخرج. انا نوريك واحد الكاس. يلا انا غنغسل الماعن. هادي تشدي ازين وتخلطيه مع التين اللي كتغسلي به الماعن وتشوفي الماعن كيفاش كيخرجوا. ها كي ادرب راني يلا غاسله كيخرجوا، يلمعوا احسن ما ديري جابيل كاع، كيجي غزال. هذاك الشيء علاش كنشريه انا، شريته من الدي. هذا راه نتوما شفتوني الزيت شريته حتى هو، راه شفتو داير 400 ريال من الدي. شريت هاد الماء حتى هو كنديروا لبنتي الرضاعه، ها هو دايرين فيه الرضاعه، شريتو لسامية كنديرو لها الرضاعه. شريت هاد الشوكولاته ونحلي بيه غير شويه، واخا انا ما عنديش مع الحلاوه حتى هو شريتو. شريت هاد الحوته اللي قلت لكم اليوم شهوتي سامية، اليوم شهوتي وفي حوته شريتها. ها هما على بزين. هذا بغا نديرها في هذا، نديرها باش نغسلها على مزينها. ها انتم لا نكذب عليكم، ها حوته وحده دايره 16 اورو. هاي الكاميرا انا دايره حوته وحده ب 16 اورو، يعني 3200. راني كنشرح الناس اللي في المغرب، خلينا نهضروا مع الناس اللي في المغرب، تما راه متابعين الناس اللي في المغرب ديال اوروبا راه عارفين شنو كاين. شريت هذيك الحوته اليوم ان شاء الله غادي نطيب مع نشارك معكم الحوته. القزبر المعدلوس هو هذا، ثلاثه رطات الكيوي. ولدي ياسين يموت على الكيوي، في الفرات كامل كياكل الكيوي والبنان. ها هو شتو لي شتلي هذا، ها هو شتلي. جبت بعويد ياسين توا كيعجب له البعويد، نديرو ليه الحكم اللي يكون غادي للمدرسة. ها هو هذا هو البعويد، الناس تاع المغرب هذا هو البعويد ديالنا هنايا. هذا ديال خازل بلجيكا، هذا كتزرعو بلجيكا. البنان ها هو، انا كنشري هاد البنان بحال كيخضر، هذا شتي شتيه طيب عاد كتوصل ليه للدار وكيخسر، كيولي كاع هكا خضر كيبقى شاد في راسه. الموتزاريلا بغيت ندير واحد داك اللي قلت لكم الحوت، جبت الفلفله مطيشه وفلفله حاره. ها هما هاد الفلفله الخضراء غاليه، دايره 3 اورو زياده، يعني دايره شي 700 ريال الكيلو. جات لي الشو، سمعي لي الشو، الكرومبل او لا الشيفلور وحده. جبت تومه، انا باش التومه ما كتنوضش، حيتاش اللي جتيها كتنوض كتخرج النباته ديالها. كل مره كنشري وحده جوج ثلاثه حتى كتسالي ونعاود نشري. اصلا راه خارجه غتقضي غتقضي، فيما كنخرج كنجيب وحده ولا جوج باش ما لا شريتي بزاف كتنبت. جبت الليمون نافيل على مزينو، ها هو واخا هاد العام ما كاينش كيف ما العوام الاخرى، عرفتي بعد العام كيكون تبارك الله عم دفن. هاد العام قليل حاطينو على واحد شويه كاينش بزاف. جبت البطاطا القصبيه، كيعجبني انا الطواجن اللي كندير كيعجبوني النوع فيهم الخضره، مره قصبيه مره البسباس مره الشيفلور مره كل مره واش ندير فيهم.
ايوا خضار البطاطا اللي ما خطات حتى دار ها هي. ايوا خلاص الخيزو راه ما خطات دار. ايوا خلاص بنت البلاد البصله راه ما خطات حتى دار. هذه هي القضيه ديالي اليوم هاني شاركت معكم. وراحنا تبارك الله كنتقداو ديما وكنشريو ديما والدار ضروري دار تشري ليها وخاصك تقداي والوليدات وراسك انتيا وهادشي كله اخوتي. وكنتسماو حنا رحنا سقرانين وما كنتقداوش وكنسرقو ماشيش الناس المتابعين اللي كيقولوا هادشي كيقولهم السوسات. السوسات اخوتي كيخبيو البصله ديري ليها صندوق وكيخبيو الخضره ديري ليها صندوق. عمركم شفتو الثلاجه خاويه ودايرين الصندوق ومخبين فيه الخضره البصله الخيزو كل شيء داكشي الربيع النعناع الملحه السكر الزيت الثومة كل شيء دايرينو في الصندوق مسادين عليه بحال قولي كيعقلو في ايامات استعمار ايامات ياماد الجوع ديال الجوع ديال بكري. علاش لا لا علاش سيدي حقه حقه راه حنا كناكلو وكنبروفيتو وكنسرقو حنا كنسرقو باش كناكلو. عندهم الله يستر هوس اولا مرض سميتو التقريم حتى لهاد الدرجه خويا حتى لهاد الدرجه. وانا الحمد لله راه ديما نتوما كتشوفو مره نجيب الحوت بحال دابا تشهيت حوته وحده جبتها بابها ب 16 اورو 20 اورو الكيلو جبت حوته تبارك الله. هانتوما سميتو التمر ما يخطانيش تبارك الله. اتاي قال لك سيدي حنا كنسرقو كنسرقو اتاي كنشري بالباكيه هذه راها عامره ها هي عامره وباكيه اخرى هاني شاريها كدير جوج أورونس هاي باكية عامرة وهذه هي باقا عامرة وجدت باكية أخرى. الخير موجود وبنادم يعني عنده خيرو عنده خميرو عنده الحمد لله رزقو وكيتقدا داكشي اللي كتب الله مع وليداتو عايش بخير على خير. وقال لك سيدي سادين قفل من القفل وسادين على كل شيء سادين على البصله سادين على الربيع سادين على النعناع سادين على الزيت سادين على السكر سادين على الملحه سادين عليها سادين على اتاي كل شيء سادين عليه حقه كنسرقو اولا ماشي كنسرقو غادي ناكلو مع نشركو وداك الشيء. حنا ما خاصنا حنا هاد السوسات حنا ما خاصناش. يا سومي هاني جايه سامي حنا هاد السوسات شنو المشكله ديالهم هي خايفيننا لا نوليو مثلا نشركو الطعام ونخزنو شي حاجه ديال الفلوس اننا غادي مثلا نشركو داك الطبيسيل وداك الشيء وغادي نصرفو كاع جميع وحنا غادي نجمعو حنا انا وعبد الرزاق غادي نجمعو لدوير زمان وغادي نديرو دويره اولا نمشيو للمغرب اولا يكون عندنا الفلوس اولا نتبرعو اولا نشرو الحوايج اولا خاصنا تيديروا لنا هادشي خاصنا حنا نكونوا مقردين خاصنا نكونوا تابع على الميزانيه خاصنا نكونوا ما عندناش منا من ناكلو هادشي علاش كيديروا هادشي علاش خاصنا نكونوا مقردين خاصنا نكونوا جيعانين خاصنا ما يبقى عندنا حتى سنت الريال ما يبقاش عندنا خاصنا نخسروا الشهر ديالنا. هاد السكنه اللي حنا ساكنين دابا هما حازيننا فيها علاش كيقولوا راهم ساكن فابور خاصهم يخرجوا كريو خاصهم يتشدوا. يقول لك سيدي حقه هاد الدار خاصها تتباع الناس بزاف اللي كتهضر ديك النهار الطاقه اللي كتعاود لكم هذا المشكل وقالوا لي علاش راجلك يرجع يشريها ويرجع للطرف الثاني ويشريها ويكون راحته. اخوتي راه غاليه بزاف بزاف بزاف
راه عمرك كله تخدميه باش تشريها، يعني تموتي وتخلي ولادك في الكريدي. هما عارفين ديك نقطه الضعف، انا نحنا ما نقدروش مثلا نشريوها، اولا ما عندناش القدر باش نشريو دار اخرى. هما كيستغلوا ديك الفرصه باش يجريو علينا ونتشتو ونخرجوا برا ويضربنا ونمشيو نكريو ويضربنا الميز، وديك الفلوس ديالنا نخسروها على برا في الكراوات، داكشي اللي غادي يشيط لنا في هاد الملاد تبع الدار، يشيط لنا داكشي اللي كتب الله، غادي نشدوه ونمشيو ما تلقاوش باش نشريو الدار، وغادي نمشيو نكريو وغادي نضيعوا فيه في فلوسنا، وغادي فلوسنا تضيع في الخو الخاوي. هذا هو الهدف ديالهم هما، انهم يشتونا ويشوفونا ميزيريا، ويشوفونا كارين، ويشوفونا ساكن شي سكنه ماشي هي هذيك، ويشوفونا حالتنا حاله ترى الدرجه اخوتي لهاد الدرجه. والبنات اللي كيقولوا لي راه الكوزينه ما الكوزينه، الماريو ما الماريو، الحوايج ما الحوايج، راه داخل عندنا المعلم اخوتي. هاد الكوزينه غادي تقلب، والمعلم حنا ما باغينوش، حيت حنا ما عندناش الفضل باش نصلحوا الدار. الدار ماشي ديالنا، ما عندناش الفضل، ولكن بالزمن خاصنا نصاوب شي حوايج، بالزمن خاصنا نصاوبوه بالزمن ونحطوا فيهم الفلوس، وهذيك الفلوس همايا بغاونا نحطوهم باش نزيدوا الميزيريه، وغادي غنسلفوا ديك الفلوس، غنسلفوا ونحطوا الباي ديالنا. واش غادي نديروا؟ اللي رزق الله شي سوسات ما عنده ما يدير. اش نقول لكم اخوتي، الناس اللي كيبقاو يهضروا، هاد السوسات اللي عندي انا ما تمنيهمش في حياتك، وما تمنيهمش لتريكتك، وما تمنيهمش لعزيز عليك. صافي ما تمنيهمش العزيز عليك، ما تمنيهم حتى شي حد. راه كيبقاو يحسبوا على الوقيده الملح، شي جوع، شي حسد، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، شي حسد كثير. يعني جميله راه صابره واحد الصبر خطير. شحال من واحد كنعاود ليا الديطاي، انا ما كنعاودش ليكم، انا كنعاودش ليكم كلشي، يعني ما عنديش الحق باش نفسر ليكم. اولا كاين شي بحال كاين بنات نعاود ليهم راه كيبقاو حالين فمهم، كيبقاو حالين فم، يعني حتى الدرجه صابره. كنقول ماشي صابره على قبل راجلي، ما عندي ما ندير قبل راجلي، وراجلي تاني صابر على دمه، ما عنده ما يدير. وهذا هو الفيديو ديالنا، الله يحفظكم الله ييسر امركم. حنا عا كنعاود لكم شنو طاري وشنو جاري، اما راه كما قلتو كل واحد وهمو كل واحد ولكن حنا درناكم خوتنا وخواتاتنا، وكنعاودو لكم ونتمنوا انكم تشجعونا وتزيدوا بينا القدام. راه كما قلت لكم جميله ولا نزهه راه فواحد الحمد لله، ولكن ما متيسراش، ما كتيسرش. رتم شتو جميل شنو داز عليها من المغرب، كيفاش جات، كيفاش تلقاو ليها السوسات، كيفاش عطلوا ليها حياتها 8 سنين، كيفاش الحمد لله نزهه ثاني حتى هي كاك راه باقا لحد الان فيها، ولكن حمدنا الله نحمدوه ونشكروه، ولكن راحت البال ما كاملاش. عارفه باش يكون عندك شي سوسات بحال هكا تحاسوا معاك على البزار، على الملحه، على السكر، على المشي، على المجيء، على الخروج، على باغين يطلقوك. قالت لي عبد الرزاق خاصك تضربها. قال لها علاش نضربها؟ هي قد هكا ونضربها، مريا الله والده ونفسها ونضربها، علاش غنضربها؟ شنو دارت لي تنضربها؟ قالت لي ضربها ها وحنا ونفسي، وما يقولوش مبروك، ولا يقولوا على سلامتك، ولا يقولوا لي هو على سلامتك، ولا يقولوا لي مبروك الزياده ولا والو. واش غادي نقول لكم اخوتي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد، واخا نبقى نهضر من هنا تنموت، وما ننساش شنو دارت فيا، وانا داعيها لله سبحانه وتعالى ياخذ حقي فيها الدنيا قبل الاخره. حسبي الله ونعم الوكيل، من قلبي الخالص، من قلبي الخالص، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. وبالسلام عليكم اخوتي.
ودابا ان شاء الله غادي نشارك معكم الحوطه ديالي. كما تشوفوا الحوطه راني شديتها، غسلتها مزيان، قطعتها على جوج وفلحتها شويه بالموس، ودرت فيها العطريه، الكمون، البزار، تحميره، سكنجبير، خرقوم عود، الثومه، تحميره، والزيت، وواحد شويه ديال الماء، القزبر، ومعدنوس، والكمون. هذا ما كان اخوتي. دابا غادي نشرملها مزيان، هي الاولى كنصاوبها ونشرملها وندير فيها العطريه عاده باش ندوز الخضره. اليوم ان شاء الله غادي ندير الحوته بالخضره، كتجي زوينه. انا ملي كيدير لي خاصني الحوت، خاصني الحوت نشرب باش ما كان. ودابا داك سميتو الخضره اللي غادي ندير ان شاء الله، غادي ندير خيزو. والبطاطا، وانتم غادي تشوفوا ان شاء الله ملي غادي نحطها غادي تجي غزاله غزاله زوينه وبالخضره. انا كيعجبني الا بغيتي ديروا بلا خضره كديروا بلا خضره. ودابا غادي ندير العطري داك الخضره في طنجره، جبت الطنجره ديالي، وانتم عارفين كل تبارك الله كتصاوبوا لها. دات خيزو هو الاول قطعته كيف ما هكا، غير دواور دواور كما تشوفوا. الله الله بيت قلبي يفرح.
قلبي. الله الله. حوالي سوقي مسارية. الله الله.